بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اهتمامات. تنوعنا فيه المزة الاهتمامات اللي تندار ووحدتنا مصدر عزة أم اللي مصدر الاستقرار. سنناقش في هذه الحلقة الخاصة العبارات العنصرية والشعارات التي أضحت تطفو على السطح ونتساءل عن الأسباب. وسنأخذ نموذج مشرف ومشرق من النماذج المعادية لتلك الشعارات العنصرية ولتلك العبارات ولتلك المواقف المتعددة التي برزت في الساحة الثقافية الموريتانية. سنأخذ نموذج وهو جمعية يدا بيد، وهي جمعية مدافعة عن الوحدة الوطنية تضم كافة أطياف المجتمع الموريتاني. وأرحب بضيوفي للاستديو وهم الأستاذ عبد الله يسار وهو الأمين العام لهذه الجمعية، وكذلك الأستاذ يعقوب والحمود وهو الأمين العام المساعد. أهلا بكم أيضا مشاهدينا الأعزاء في بداية هذه الحلقة. لنبدأ معك أنت أستاذ عبد الله يسار، شنو دوافعكم للجمعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على النبي الكريم. هذه الجمعية لبعض الشباب في 2003 لاحظوا أن الساحة الموريتانية فيها انقسام وسوء تفاهم بين مكونات المجتمع وتباعد حتى في السكن، وجاتهم فكرة أنهم يعدوا جمعية ثقافية، لأنهم لاحظوا أن هذه قضية ثقافية يعدوا جمعية، وجاتهم الفكرة أنها تعود فعلا جمعية. قالها يدا بيد، معناه أن مجتمع موريتاني عنهم كلهم يدير يدو في يدو الآخر، يأكل ينهضوا إلى الأمام. ولاحظنا أن الشعب الموريتاني كان مستجيب في القدم، ويجمعهم كل شيء، يجمعهم كان حتى اللغة العربية تجمع الناس كاملها، والإسلام يجمعهم، وكانوا متساكنين ويتزاوجوا. وعن لاحظنا أن ذي القضايا شيء من ذي القضايا أنه بدأ ينفقد، وقلنا عنه نعدوا جمعية تجمع جميع أطياف موريتان، وأنها تشتغل في الجانب الثقافي والاجتماعي. نظركم رأيتوا الحاجة الملحة في ذي الفترة بالذات اللي عدتوا فيها قدر من الشعارات وقدر من التظاهرات يدا بيد، كان بكم خارج الشعارات العنصرية اللي ترتفع في بعض المواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات التلفزيونية، كان هو السبب؟ هي الجمعية لها شيء معناها رخصة 2006 وعندها قدر من الشطاء تعالج ذي القضايا اللي تبرز يوما في يوم. معناها أن بداية اهتمامنا بها ماذا تبرز هذا بهذه الطريقة. واليوم الساحة أكثر هي حاجة للجمعية، ولاحنا نحن أن هذه الخطابات اللي خالقة والمواقف اللي خالقة أنها فاصلة عن الساحة تحرك، لأن حاسين بأن أغلبية الموريتانيين يدوروا لا الانسجام، يدوروا لا عن أن تعايشوا. والموسم الفكرة أنه ما هو ما جاي ياكل يحل مشكلة آنية، هو كان في خطة الجمعية غير إجبار غير سخم، لأن فعلا في الساحة هذه دعوات وهذا الحراك، وفعلا قدر من الناس شاف أن هذا النشاط كان الساحة الموريتانية الساحة الثقافية محتاجة. زين الأستاذ يعقوب، هون التظاهر الأخير اللي لفت نظرنا وأخبار الأخبار الخلق، هون اللي هون جمعيات لغة شنيعة شوي وتصير بعض العبارات العنصرية، وهم ردة فعل أيضا لهذه الجمعيات بعبارات أيضا أخرى. ذي الحاجة من درك أنا عدت ملحة أكثر من درك في ذي الفترة بروخ، ومن درك أنكم تكونوا منتسبين كما كانكم أي حد شيء طرحتوا لي فكرته كان مرحب بكم، الله مرحب بكم. كان الفكرة عند الراس عند الناس، حاسة الناس بخطورة النوع من العبارات وخطورة النوع من المواقف اللي بعض البعض اللي قلل ما هو ياسر حتى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه النبي الكريم. السلام عليكم بندراب. للأسف أنا عند سيدة على بولار، وبناء عليه لهنا نتكلم بالحسانية. صحيح، نحن لما انطلقت فكرتنا، فكرة يدا بيد، يد الموريتاني في يد الموريتاني الآخر،
وجدنا في البدايه قدر من الصعوبات في تسويق الفكره. والله ظنينا ان لها نجبرها، قال بمجرد ان خرجنا للساحه بانشطتنا كان الاهتمام كبير جدا والاقبال متميز، ليس فقط كبير وانما متميز. من النخبه، من وزراء سابقين، من مدراء الان يشغلون مهام ووظائف في الدوله، من مثقفين وناس يتلهفون كانوا لاشياء من هذا، لدور من هذا القبيل. نحن نعرف تماما عن في بعض الناس يقف في الاطراف، في واحدين واقفين في الطرف اليمين الى ماشي الى بعد الحدود متشددين في طرحهم، وفي واحدين واقفين في الطرف اليسار متشددين، يعني واحدين يدفعون ذات اليمين بتشدد وواحدين ذات الشمال بتشدد، وثم حاجه لمن يقف في الوسط فيتلائم عليه هذا وذاك. وهو موجود كامل في المجتمع الموريتاني للاسف، ونحن دورنا راينا ان فهم فراغ ينبغي ان نلعبه نحن. وجمعيتنا ليست جمعية سياسية وإنها جمعية تربوية اجتماعية تستخدم المصطلح التربوي، القاموس التربوي الاجتماعي، من أجل وضع أرضية للموريتانيين كاملين يلتقوا عليها، وتنطلق من المشتركات الثقافية الكثيرة جدا بين هذا المجتمع، وتعمل على أن نقتنع جميعا بالمصير المشترك اللي ينبغي أن نتداعى له جميعا ونبنيه. وبناء عليه نحن سبحان الله وجدنا شمل إقبال غريب جدا من الشباب، من المثقفين، من الأطر لأنشطتنا. ولا أدل على ذلك من النشاط الأخير، أخلقه كان في عدة ساحات منها قصر المؤتمرات، وكان حضوره كان مكتظ القصر بالجماهير. ورغم ذلك الأنشطة الأخرى اللي كانت في مناطق أخرى كانت كذلك مكتظة. فالموريتانيون اليوم وإن كانت فيهم أصوات نشاز، بعضها يستخدم عبارات العنصرية المقيتة في الساحات الإعلامية المختلفة، سواء في الفيسبوك، سواء في القنوات، سواء في المواقع، سواء في هذا كله، ففيها كذلك أصوات عاقلة تنادي بضرورة تعميق الأخوة الاجتماعية، بضرورة الانسجام الاجتماعي، تعزيز الوحدة الوطنية، أن نضع كلنا يده في يد الآخر. هذا هو دورنا. طبعا نشرت على صفحة البرنامج على فيسبوك الموضوع، بالفعل العبارات العنصرية، أنا ما بدي أقولها مواقف عنصرية، قبل يقال العبارات، قال مجرد العبارات تحس يحس المتلقي بالمرارة، والله بالألم من العبارات أنها تنثار في مجتمع تنوعه هو مصدر، ومصدر بقائه، ومصدر وحدته، ومصدر استقلاله من عند الأصل. لأن يعني هذا المجتمع هو مجتمع غني وثري بتنوعه الثقافي، بتنوعه وتنوع أصوله أيضا، وبتعايشهم في هذه الأرض بكل أخوة ومحبة. ما قد برزت احنا مستقلين، سابوا الاستقلال ما حد مولي قبائل شتى ما كانت تنثار، ويعني على خلق المقاومة قد انثارت، وبعد المقاومة قد انثارت، والحكومات ما قد انثار نهائيا، يبدأ انذار شيئا فشيئا، البعض يقول بأنها مؤامرة خارجية، والبعض آخر يقولون من نوع من التكسب الأشخاص فيما بينهم. وبعد طرح الموضوع عن العبارات العنصرية ولا الشعارات اللي عاد يرفعها البعض، ربما منظمات، ربما أشخاص، سألتهم قال لي مرتدى سالم، مرتدى سالم قال بالفعل نعيش هذه الأيام شعارات عنصرية باغضة للكثير من الأسباب، أولها غياب ثقافة الوحدة الوطنية والقواسم المشتركة التي تجعلنا بعدنا عن تقوية الأواصر الأخوة. طبعا شكرا لك. ويقول مولي مواطن موريتاني يقول من وجهة نظري المتواضعة في ثلاثة أسطر، الانتخابات على الأبواب، هناك ضغوط على السياسة إلى آخر ذلك. طبعا هي لعبة، ربما لعبة سياسية، وربما يقول صلاح وليه يقول أنا عاجبني البرنامج، شكرا لك صلاح وزين عندي، شكرا جل عندي الموضوع. طبعا يقول الشيخ محمد جيد العنصرية ليست من ميزة ديننا الحنيف الذي نفتخر به محمد الداه، العنصرية أمر بغيض، ولكن الذين يركبون مطيتها معذورون لأنهم يتكسبون منها المال والجاه، ولكن من السخافة أن ننعقل في منهجهم الأعرج، حسب ما قال. طبعا جميع العواطف مشحونة إذا كان هذا الموضوع هو الموضوع المناقش. هذا كامل هون بعض من يقول أيضا، مصطفى الشقاري أيضا يقول سيدي محمد يقول هذا كامل سبب الإعلام والزعامات السياسية لتفرق الجماعات والشعوب.
طبعا وجهة نظره، يقول يقول داها داها مهدي، يقول لا أعيش الوضع الحالي لكن الوضعيات والمشكلات. يقول محمد والباها برأي أن غياب العدالة هو السبب الرئيسي في رفع هذه الشعارات. طبعا هذه العبارات كاملة تصف على بواحد وهي نبذ العبارات العنصرية، نبذ المواقف التحدي. يقول هنا إثارة انتباهي بعد من المواقع، ولكن قبل ذلك لأن أطلب منكم تتابع مع هذا العنصر الموالي. أولا اهتمامي الأول في برنامج اهتمامات هو أن نغتنم فرصة كون موريتانيا البلد العربي الذي يقبع في قمة هرم الحريات، أن نغتنم هذه الفرصة من أجل تعزيز مكاسبنا والحفاظ عليها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يصير إلى الخطوط الحمر للبلد. فالوحدة الوطنية خط أحمر، الوحدة الوطنية خط أحمر، ينبغي أن لا تصل أي مشادات أو أي مهاترات إلى حد أن تفكك النسيج الوطني أو أن تهدد بذلك. فكما أن العبودية مجرمة ومحرمة ومنبوذة وشيء لم يعد يقبله العصر، يجب أن نعترف به ونعترف بوجوده ونعترف بأننا نحاربه وسنحاربه وسنظل نحاربه. الشعب لا توحد منعود، يعود نحتو التمجاد الأكبر، خاوهم ما توفالوا اللوت. الشعب لا توحد منعوت يعود نعتو التمجاد الأكبر، خاوهم مات وفالوا اللوت، وخاوة جامعة قي وعمر، وشفات الشعب خليه يفوت بلي سبتو فالله أكبر خليه يموت. مات لمنكوت هم يشيرين يموت ينقبر، وتوحد تعيش وتفرق تموت، والخير بالخير والشر بالشر، وعود واحد يقد ينكسر مكفوت، وحزمة عدام ما قد تنكسر، وكحال العين وبيضها خوت ما فيهم شايف دون دخل. الشعب النفوس القانعة والمستقبلها صانعة، دولة مسلمة مانعة مبنية بالتفاني، ويرفرف فيها بان علمنا وفوق المباني. شعب الكرامة فيه كل وصف له، بها ينجمل شعب أحرار، ولا ينقبل تفراق وموريتاني، سياني في الحقوق والواجبات ومتقاني. الأستاذ عبد الله صعب، أنا أقول لك ترى أن الحدث هذا كثير من الناس اهتم به، وعدلنا المسيرة مسيرة الأخوة، أن مجتمع موريتانيا كان ماشيين في مسيرة وعجب به الناس وزيان عندهم، ومع هذا هاي بعض العبارات وذا وحدين في المسيرة قالوا لنا هذا زين، غير دور من الألفاظ الناس يشوفوا النشاط، أي نشاط مسيرة يشوف عنها المهم كعمل، لا يقرأوا نيات الناس. أنا فيش من الناس هو في رأسه تروف داير فيه أشياء، وشفت في فيسبوك واحد علق على النشاط قال جزاكم الله خير على هذا النشاط أيها المنافقون، وقال عن هذا نحن ندور منه تكسو وكذا. معنا عن فيش من الناس فعلا عندهم آراء عن ذوي عبد الناس كان ما في شيء صادق كيف قال الأستاذ يعقوب عن موريتان، ما فيه ناس ما هي متطرفة، ونحن كل المجتمعات فينا أفراد فعلا يعود حد عنده رأي له هو متطرف الشاب، غير غالب الناس يعرفوا للي صادق من للي ما هو صادق. أن نحن شعب واحد، أن نتعايشوا، أن نتعاخوا كما كان أسلافنا، كل واحد ما قد جينا لحد يكون قال عنه مستعيد ينتسب للجميع. زين حتى زين، وأنا أقول لكم أنا واحد منتسب لكم، أنا منتسب لكم اليوم. طبعا ينقال بأن مواقع التواصل الاجتماعي أنها نشحت وتعدل
حروب في بعض الدول ونشحت في تعدر ياسر مشي وفشلت في موريتانيا من ضمن الدول فشلت في موريتانيا قير عدرت نجت هذه العبارات العنصرية. شنو رأيك في الموضوع؟ نجت العبارات العنصرية لهم واحدة متخلين على خلاقهم وعلى مبادئهم وعلى قيمهم ويعيبوا كيف رجالكم انتم بدلا من يشجعكم على انكم عدلتوا يدا بيد المجتمع الموريتاني كامل واخر يدا بيد ضد اي شيء ضد اي شيء واي شيء خلق حتى عبارات بسيطة حتى شعارات مرفوعة هو اللي قالكم المنافقون. شنو رأيك انت كان هو السبب؟ هو من الاسباب. انا غير عن اليوم الإعلام مفتوح وناس فم ناس تعيش الظلم فم واحدين يعيشوا الفقر وكلهم يدور شيء يتنفس منه والعبارات كيف قلت قياس من الناس يقول شيء صالح ويقول شيء ما هو صالح يغير الإعلام من جزء من أن الإعلام الحر اللي كل واحد يقول ذاك اللي بقى يقول بحث عن الإبارة يخلقها يغير. أنا قال أن نحن يطمع عن 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 الناس ما يجوه في نشاط جات روكو شايفين الناس عنه ما وراشي يكون محبة هذا الشعب عنه يتلاحم ما مشافي معناه نادر شخص تجبره تقول له أن نحن ندور مؤاخاة حقيقية عملية ما مشافي معناه عن الإعلام دور تم لا يثير غير ملي من يثير قلة. معنى عن هذا النادي معاك اللي يكتب أيه منافقون ردوا عليه قدر من الناس كلهم يقولوا كيف تقرأ نيات الناس هذا كذا معروفين في الساحة ولهم سنوات يعدلوا للعمل وشادين وكل حد يقدر ينتسب للجمعية. معنى عن فهم إيش من الناس في عدن عبارات اللي يستخدم عبارات عنصرية وتسويقها في موريتانيا راكم مو سهل مع الزمن حد ما يقدر يتخلى عن مبادئه كامل. مثلا حد جاء وقال عنه هو ضد البيرة مثلا كوني جاء وقال عنه ضد البيرة حتى التسويق في المجتمع الكبار ما ولا إجبار صدى ذاكو أن يكون عنا نحن فيه مشاكل مسألة طبيعية نحن شعار الجمعية إنما المؤمنون إخوة. يعني هذه الآية اللي أنا قرأها في القرآن فأصلحوا بين أخويكم معنا عن المشاكل دوت تخرج بيننا يغل نتجاوزوها. كون حد يحاول يعدل عنا نحن كاملين عنصريين ما يستجاب لأحد. كنت نقول الشباب عنا اليوم نشوف الداخل شوفوا ياس من الناس دي المشاكل اللي عندنا نحن هون فيسبوك مشاكل ما عندهم نهاية ما عندهم نهاية ليه بلي رجع وانت عايشين هذا زيبنا بلنا احنا المشكلة الأساسية هو في الطرح عاد الإعلام اليوم الطرح اللي عاد الإعلام اللي عاد عنده مشكلة كبيرة انه عاد يبحث عن الإذاعة وعاد يزير كانت طبعا موجودة التلفزة والإذاعة الوطنية وعندنا قدر من المحافظة لأنه موجه شعور مجتمع طبعا فيه الجهلاء فيه الناس اللي ما هي عاقلة فيه الناس اللي ما هي كبار على المستوى وين تسمع ذا بدلا من تسمع ذا العبارات وتعود بدلا من تسمع العبارات وتقبل منها العبرة والله تحاول انها تزلعتها من نواقص تعطي عليها في مجتمع متحضر احنا ما تلقى فينا عاد ذاك الاعلام فتح ياسر من العبارات السوقية والعبارات المادة طبعا مع احترامي لجميع الزملاء في مجال الاعلام يقول هون الحسين بده يقول من يسوق هذه الافكار طبعا تنقص الوطنية وهي اساس كل شيء طبعا الوطنية اساسية يقول ابو مصطفى الجكني اقول جانب الصواب ان المادة الاعلامية والترويج لها لم يعد اليوم حكرا على الفضاء السمعي البصري في الوقت الذي اصبحت فيه الشبكة العنكبوتية والمخترعات العصرية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة من كاميرات رقمية وهواتف نقالة ومواقع التواصل الفيسبوك طبعا هذه من الامور اللي متى تقبل وسائل ما تقدر حد يسيطر عليها يبقى هون ضمير الانسان ضمير الشخص ومواطنته ومهنيته. يقول محفوظ خطري يقول أظن هذا التحرك الطبيعي هو بداية لمرحلة جديدة من التقدم ستعيشها موريتانيا إن شاء الله لأن يعرف أن التقدم لا بد له من ثمن. بالبعض يقول لك بالشعارات وإثارة نوع المواضيع أنه قد يرسي عقب ذا مفهوم جديد غير من ذكر قد يعدل ذاك ومجتمع متخلف تقريبا. طيب لعل إحنا فعلا نعيش مخاض يعني يريد أن أعبر عن هذا وهذا صحيح وهذا المخاض في نوع من التدافع القوي جدا بين شرائح المجتمع كلها وبين يعني فئات العمرية وفئات وحتى الاجتماعية المختلفة طبقات المستويات الثقافية إذا كان غير الشعب الموريتاني شعب ذكي كامل صحيح نسبة الأمية ترتفع أو تنخفض في بعض المناطق وبعض الأماكن
لكن الشعب شعب ذكي ويفهم كثيرا أمور وتعايش على مدار سنين طويلة من الزمن، وبالتالي بينه من الوشائج والعلاقات والارتباطات الاجتماعية والتاريخية اللي تجعله ما يقدر يتحمل نعم الشعارات ما نتحمله يفحص كل المادة اللي تقدم لسكان الجهة تشنيه. لكن أنا حبيت أن نولي شوي للأمور، ندور النقاط على الحروف. نحن المجتمع الموريتاني مجتمع متنوع الفئات، ومعناها فيه الكوار تنوع كامل سواء بولار والله ولا فلسطينيين، وفيه البيضان اللي فيه البيضان نعم البيضان البيض، وفي كذلك البيضان السمر اللي هم الحراطين. هذه المكونات الاجتماعية البيضان الحراطين الكوار فما تياها مشاكل اجتماعية، مشكلة الرق أهم مشكلة الإرث الإنساني، وهذه هي سبب المشكلة اللي هي مشاكل سياسية فقط وعند حل سياسي وتنحل حل سياسي ما مختلف فيه اثنين نعم حقوق ما مختلف فيه موريتانيا نعم بغيت نقول أنا في دولة القانون متاح لكل شخص أن يعبر عن رأيه وعن فكره وعن كل ما يريد ما دام في إطار ما يمس من الآخر وما دام في إطار المسموح بقانونك، لأن يعني القانون هو الضابط المشترك بيناتنا كاملين، يقر في نفس الوقت هذا يمنعني أنا من نقول نتطرف في رأيي وفكري، ويمنع الآخر أيضا من يتطرف كذلك في الرد علي. نحن نسمع اسم العبارات ما يقد هي قد عبارك اللي أنا ما وردت نسمعها اللي يلا فعلا تناقش بين الشباب وبين المثقفين، واحد يصف الآخر أوصاف هذا عبد الفلاني والله الكويري الفلاني والله الإقطاعي الفلاني، وهذه عبارات أصبحت منتشرة كثيرة. نحن وارنا عنها فعلا يلا المدة تنزع للحل، يلا تنقي الساحة الإعلامية سواء كانت مواقع سواء كانت قنوات وكذا من العبارات كاملة لا تؤدي للحل، وانتم دائما ندعو في اتجاه أن نصل إلى نقاط مشتركة تؤدي بنا إلى مجتمع ما فيه رق لا فيه آثار، مجتمع ما فيه عنصرية لا فيه طبقية، مجتمع متآخي ومتآلف، وهذا هو اللي راجل المخاض اللي يعيش البلد أنه يصل إلى هذه النتيجة. أيضا مع هذا ظهر لعنا يلا نحن ما ننزعجوا، يعني المثقفين عموما يلا ما ينزعجوا والفاعلين الاجتماعيين ما ينزعجوا من حالة رفع الصوت اللي قد تأتي من هذا أو ذاك شاططا منه، ما يعتبرها يعني كأن كل شيء انتهى وكأن كل شيء تدمر، لا، وإنما مهما كان الحق حد من الإساءة والله من العبارات الماي جيدة يلا يعود فهم عقلاء يكردوا بأيديهم في أيدو ويناقشوا معاها بليونة باللي قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذا فرعون، وما أدرك ما فرعون، فرعون خالق ذاك الخالق الكامل للجرام، قال له موسى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، حتى نحن ويرتفع صوت بعضنا بشكل ما هو يا الله والله بعبارات بذيئة ينبغي أن كامل نرعاه ونحاول نسوي المشكلة ولا نزيده ولا نصب الزيت على النار كما يقولون. والمهم من نحن مؤسساتنا الاجتماعية كاملة الشريكة في النهاية، نحن مثلا في الأسرة مثلا الطفل يقدر يتربع على شنو العبارات ما هي الله، أنا مثلا نعرف أكيد الطفل كان هو يقول أنا ماني قادنا أنا ما نقدر أخبير خايف لعلي يجيني الكوري، قلت لهم كيف يجي الكوري يخلون يخلون هنا تيها يطلب الصدقة وخلعوه منه، هذا الطفل الان لهذه العقلية اللي تقدم مشكل. أنا أعرف أن لو كبار منين يقول تشيء من البداية تشيء تخرب من البداية ومن المدرسة أيضا من المدرسة، يعني المدرسة يجبر أي معلم مسؤول يجبر أهم عبارات عنصرية داخل القسم واحد ينبغي نصحح داخل مصحح أول الدور الأول يلا من يجي الوكيل لا يشكي مع تلميذي من داقي مع تلميذ أخر يقول له لا بط رويقج الفلاني والله كذا، يلا يقولوا لا هي عبارات ممنوعة في المدرسة، يمنع الأطفال منها فهمها. لماذا قاعد من عندنا دروس خاصة في الأطفال تندار في المدارس؟ لماذا أستاذ عبد الله صار ما تعود هم دروس خاصة والله تعود جمعيتكم والله جمعية مماثلة تدعي بأنها تعود هم عبارات خاصة تقرأ النبذ العنصرية ونبذ الطبقية ونبذ الطائفية في المهد مزارة في المهد، لماذا ما هي في التوجيهات؟ يعني نحن قاعد نعدل مسألة أخرى، أستاذ يعقوب يعرف أن نحن حاولنا نعدل مخيم للترك فيه مكونات موريتانيا كاملة، وفي حفل ختامها قاموا اثنين من البيضان وعدوا مسرح بالبولارية، واستغربوا الناس الآخرين كيف هل تعلموا ثلاثة أيام لغة، هم ما تعلموا لغة، تعلموا أفكار أساسية، وهذا يعطي
يعطينا صورة عن الناس يقدر يندمجوا يقدر يتفاهموا يقدر يتعلموا كلهم يتعلم لغة الآخر. لأن يعني نحن مشاكل الأساسية اللي تخلق ملي فهم قضية اللغة الناس لين ما تتفاهم يعود كله وتفاهم. هون نحن شعار الموسم كان اللي تعرفوا نحن قياس منا ما يعرف عادات الآخر ما يعرف عنه شيء وحد منا ما يعرف الآخر يعني تخايف منه طبيعة الإنسان عن رواية ما يعرفها ولا تخايف منها. وهذه فعلا يعطينا ركزوا على المدارس وركزوا على التربية نحن كأفراد يعني هذه القضايا قضايا كلية يعطي كل حد منا يشارك فيها. نحن رايك الجمعية نعرف عن ما نقدر نستوعب موريتانيا كاملة يا رت موريتانيا نحن يا رت موريتانيا تعود جمعية مرة أيوة دور هذه الفكرة عن موريتانيا كاملة تفهم القضية عن هذا عن الوحدة عن 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 المؤاخاة عنه من من ديننا نحن مصمم ديننا أن نعود إخوة. وحتى يلا قضية هاي القضايا الاجتماعية المطروحة ما تعود قضية زيد ولا عمار بدل من نتهجم على زيد ولا عمار لأنه يرفع قضية الحراطين والله يرفع قضية الكفر ويدافع عنها بدل أن تلعن الظلام والله هذا أوقيت شمعة بدل أن ندفع عليه هو يلا أنا مبادر بخطوات عملية من أجل محاربة الله رحنا متفقين كاملين عنها غير مقبول لا شرعا ولا قانونا به اللي وهذه ليس مثلا بس هذا الموضوع لكن هي متفقين على أنها شرعا غير مقبول الآن موريتانيا والله بعد يعني هذا هو اللي أقتنع به شخصيا وعنها قانونا بالقانون الموريتاني أنها مرفوضة مجرمة ومقتنعين بالمثقفين كاملين أنهم يدعوها من خلال كتاباتهم ومتابعين الساحة واللي يحصل فيها كامل. طيب إذن فما تشمن الأصوات اللي مثلا بدل أن تهجم على زيد والله الأعمار ولا كذا ينبغي هي أن تتقدم بمبادرات عملية ولا خلوها قضية زيد والله الأعمار تعود قضية نحن الموريتانيين اللي هامنا أن نصهر مع بعض ونبني مستقبل مشترك لنا جميعا غدا آمن ونعتبر هذا تعدد تنوع مصدر قوتنا اصلا مصدر قوتنا وتنوعنا في الثقافه وفي اللون وفي الاصول وفي طبعا هون عندي احمد والعلال يقول لكل دور في ظهور هذه الامراض فالاعلام الخصوصي يلعب دورا سلبيا في الكثير من الاحيان لحاجه في نفس يعقوب كما ان اعداء الوطن هم من لهم اليد الطوله في استخدام هذه العناصر من اجل ضرب الوحده الوطنية. طبعا هذه نظرية مطروحة عند أغلب الناس. يقول عبد الله والمرابط يقول نحن شعب واحد ودين واحد ولا فرق بيننا ومن يريد التفرقة بين فئات هذا الشعب هو المجرم الوحيد الذي يجب على الجميع نبذ محاكمته. طبعا يجب نبذ محاكمته يجب بشتى العبارات ما تكفي. يقول احنا هنا بين نقطة مهمة جدا ونقطة الحقوق خصوصا مخلفات الرق هذه قضية مشروعة وما هي مطروحة مبارك كم من طرحت من السنوات وكم من طرحها من الأشخاص المناديين بحقوقها قال ماذا تبارزت بشكل جارح ولا بشكل مؤذي ولا بشكل فيه عنصرية حتى تجبر مظاهرات تكون ضرك لماذا؟ لأنهم بعض من ذلك المنظمة اللي اتخذت النوع من الأسلوب وهم بعض من الإعلاميين أطرحها بأسلوب ما هو صالح وهم مواقع التواصل الاجتماعي في الكلمات الجارحة وفي المر جارحة من ذلك كان هذا الرقوع أيضا لأرض الإنسان ينطرح المدارون ينطرح المنظمات بطريقة محترمة بأسلوب راقي وبعض الحكومات عمدت أنها تصلحه خصوصا الحكومة الموالية هم طرحت برامج جادة وممولة من ذلك كان هذا يكفي أنك تنادي بهذا النوع من الحقوق اللي هي حقوق مواطن موريتاني وعنده فيها الحق والنتاج نتاج التاريخ معين هون تكفي انك تستخدم نوع من العبارات وتولي على الطرف الاخر تتبذو تعيبه حتى ما عنده دور فيها حتى مخالفه الرقم مخالفه تاريخيه مخالفه الانسانيه مخالفه حكومه معينه. شنو رايك؟ نحن في الجمعيه عندنا نظره واضحه كيف قال الاستاذ يعقوب نحن ما لنا جمعيه حقوقيه ولا سياسيه قايلين عنا نحن كشعب موريتاني اليوم اي مساله لنطرحوها حق إنسان يطرح حقه واليوم نحن عندنا حق التعبير يغير عن ما يعود جارح ومن ما يعود لا يسبب مشكلة أخرى معنى أن المشكلة موجودة حلها ما هو عندنا نجيب مشكلة معنى نعمل المشكلة. ولذا في الجمعية نحن الحلول اللي عندنا أن نحن لين ناقشه بجدية ونحن ناقشنا في ورشات في الموسم ورشات في ذيك وندوره صراحة كل حد يقول لكن في خلاقه يغير يقولوا بعبارات مثلا مهذبة نحن مسلمين يقولوا الجهات المعينة ايه وحد عنده شكوى ما هو شكوى ضد مكون من مكونات الشعب عنده تظلم فم جهات ولذا نحن قايلين عن ذي العبارات العنصرية ما فهم شيء
يبررها. لان نحن كل ما يقد يشكي من مساله ويقيس الجهه المعنيه وناس كامله يتعود معاه، نحن اليوم ما لا يمشي حد في مساله حقوقيه جادة ما مش ناس كامله متفقين عليه. اكيد اكيد. ولجمعية الدور عن الناس لين يقعدوا في بلد كاملين مثلا، لين يقوموا ايش من الناس اللي الإرث الإنساني وعندهم مشكلة ويطرحوها بجدية على الناس كامل، دور تمشي ناس كامل معاهم فيها ويعود. هذا يعطي صورة للوحدة أن نحن فعلا متفقين، يا كاش ما يعود وحدين من الشعب ثائرين ضد وحدين أخرين. هو رواية قضية عادلة ناس كاملها لين ينشاها. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.
اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. عندك الحق حق فيها حتى نوجد عدو متفرجين ما عنوك عدو متفرجين قال ما تعود على اسمه عباراتك عدوانية. هون يقول لما تقول لما أنا والعلي يقول الإعلام الخصوصي يتغذى على الإثارة، فلو تابعت مثلا المحطات التلفزيون الخصوصية في أمريكا لانطبع في ذهنك أن أمريكا تحولت إلى ساحة حرب في حين أن الوضع في الشارع طبيعي والناس يعيشون بسلام. طبعا حتى أمريكا اللي حامية الحريات مفتوحة على مصراعيها هم ذوابت ما تقدر تمتس، هم اللي تسمي بن لادن ولا القاعدة ولا تفجرات 11 ما تقد نهائيا ما تقد تسرق من باس اي حد منهم به اللي هم امورهم حتى في قمه انفتاح هم امور وهم ايضا اعلام بالرغم من الاعلام مفتوح على مصراعيه هم ثوابت ما قد تخطى به اللي تمس من صميم المجتمع الامريكي. شنو رايك في النقطه اكثر شنو؟ انا معني ذيك الجمعيه اللي شرتي لها ما نعرف شنو هي يا غير لها نقول توفى نحن هون فما تيها خطاب نحن في جمعيه يد بيد هو خطاب تربوي اجتماعي أكيد. وله خطاب سياسي يتابع المظالم اللي بين السياسة احنا فرقنا بين السياسة ومع ذلك مهتمين بالموضوع الاجتماعي المطروح بشكل عميق جدا وفاهمين عنه ينبغي أن يحلوا. هذه قناعة وساعين لها يلا ينحل ويلا كل الأمور الاجتماعية تجبر حلولها الطبيعية صحيحة ويلا ينصف الجميع. ونفهم أيضا أن من يرفع الصوت تظلما عنه لا ينبغي أن يرد عليه يعني بعنف وإنما ينبغي أن يرعى ويعالج في إطار الأخوة الاجتماعية وليس أن يرد عليه بعبارات بذيئة ولا عنف ولا كذا. ونفهم أيضا أنه كل واحد منا له الحق في أن يعبر عن وجهة نظره في إطار القانون ويطرح المشاكل المطروحة له. وبالتالي وهلعنا هذا هو الإطار يلا يجمعنا نحن نقتنع بأن الرق كما أسلفت موضوع ينبغي أن يسوى تسوى أثاره كلها ونقتنع كذلك بموضوع الإرث الإنساني ينبغي أن يسوى أثاره وقضاياه كلها، لكن كله في إطار المؤاخاة الاجتماعية التي تحفظ الحقوق وتحافظ على المجتمع أيضا من المشادات التي لا تبني. وهذا هو من ناحية أخرى أنا ظهر لي عن رغم هذا كله عن هذا التنوع عنه ثراء ثراء فعلا ينبغي أن نستغله يعني كمصدر مصادر الطاقة عندنا الكبير جدا. هذا هو وإلا الإشارة لزيد أو لعمر فهذا ظهر لي عنه ما يتحسن من الأمور اللي كثيرا برزت ولا يخدم الحل. نشير لزيد أو لعمر ينبغي أن يقتل فلان وينبغي أن يفعل لي فلان كذا وكذا، هذه عبارات بذيئة جدا ظهرت على بعض الفيسبوك وصفحات الفيسبوك وغيرها وينبغي أنها تعود زين. إذن طبعا أدعوكم لمتابعة هذا العنصر الموالي. ثم أول مرة عدنا نشهد عبارات ما كانت موجودة في مجتمعنا في السابق مثل الحرباني والكوري والبيلاني، هذه العبارات اللي عاد تنقال بالعلن. أي إنسان عنده الحق يفتخر بانتمائه، يفتخر بهويته، يفتخر باتجاهه وبأفكاره، لكن بطريقة تعود إيجابية، طريقة تخدم الجميع. هذا المجتمع يرتوي الصهر بوتقة واحدة من أجل هدف واحد هو تنمية هذا البلد ورفع من شأنه ووضعه ضمن الدول ضمن مصاف الدول المتقدمة. وإذا خلق الله بني تعودهم اللي قالوا الوحدة الوطنية وعود اهتمام الشاب وطنه أولا قبل كل شيء وعود شعار الوطن فوق كل اعتبار عود مطبق في أفكارنا وجميع الأمور اللي تصدر منه، لأن هذه المواقع التواصل الاجتماعي تعبير عن الذات، أي شخص يعبر عن ذاته بطريقة. وأنا بعد أرجع هذه الظاهرة لعدة أشياء وقياب اللي قالوا الثقافة المدنية وثقافة المواطنة، هذه الثقافة تنزرع وترسخ مراحل تعليم ابتدائي، هذه المراحل التعليمية تعود فيها ترسيخ وتركيز مهم جدا على اللي قالوا الروح الوطنية. احنا نلاحظ دائما بعض البلدان العربية اللي عنها حد فم ياسم مشاكل دفينة ومشاكل مدفونة،
البعض حد شاف اعلامهم وشاف اللي يصدر من مثقفين ونخبتهم عندهم هاي الوطن اللي عندهم مقدس. عبارات اللي تتكلم عن الوطن شيء كامل لا يجر حساسيات تفرقة وحساسيات العنصرية، والعبارات اللي ما تخدم نوع من المحظور متوافق عليه الناس، ما هو مطروح له قانون يجروا الناس من خلال فكره وثقافته عرفت عن هذا ما يخدم مصالح الوطنية مصلحة العليا للبلد، وبالتالي اتفقوا دون اتفاق رسمي عنهم ما يوقف المحظور. وهذا للأسف اللي واقع على الفترة في الفيسبوك عندنا وتويتر، هذه التعليق واللي عنها قالت النخبة الواعية، كل مجموعة فيها نخبة واعية قاد توصل الاتفاق مبدئي عنها ما توقع محظور العبارات العنصرية ولا العبارات اللي ما تخدم مصلحة العليا للبلد. إذا طبعا عندي مزرت قدر من المشاركات اللي مشاركات جاد اللي تعبر عن ايضا عن الشارع وعن ايضا مواقع التواصل الاجتماعي. لا وجود لنقاش فكري، يقول بوه عبد الله، لا وجود لنقاش فكري عميق يتناول القضايا الجوهريه لمجتمعنا المستوى التعليمي او المعرفي باعتبار ذلك نقطه الطلاقه السليمه للانفصام بين المعرفه والممارسه، هذه النقطه اللي اظهرنا قبل. اخبرنا لا وجود التعليم، اذا بك المجتمع الطبيعي المدني ما كانت في لقاء، حتى الوطن ما كان موجود في نظامنا التعليمي، وايضا نبذ العبارات ونبذ العنصريه وماده مهمه جدا يرى تقرف في المدارس وفي الجامعات وفي كل بيت. طبعا يقول الممارسات المجتمع الوحدة الوطنية مصارحة بعيدا عن النقاش من رؤية ضيقة. يعني طبعا يقول محمد بابا يقول لعبة طبعا مهم اسمها حركة ما نبغى نسموها نهائيا. الشيخ محمد الجيد يقول أظن اليهود هم السبب في انتشار هذه الشعارات. طبعا أنا ما نعرف اليهود بعدهم شكلهم ياسرين ما نعرفه. لا يقول لك عدنان لا شك أن الإعلام يزود نقطة ضعف أي شعب قد يدخلوا منها لعدره. لا شك أن الإعلام يلعب دور أهم في التوعية، ولكن أهم من ذلك مساندة الدولة من خلال الإشراك الكل بدون تمييز وعلى أسس الكفاءة. طبعا هذا مطلوب حق مطلب مطروح. يقول ضد أحمد والله يقول شاب موريتانيا أيضا، أرجو من الله أن تكون موريتانيا في أفضل الحال، وأرجو من أبنائها وشعبها انتحاب على مصلحة بلدهم العزيز كما قال. وأيضا عندنا أيضا مشاركة أخرى وهي مشاركة إبراهيم والعيون والله العليون والله العليون، ليس هذا ولا ذاك، وليست الشعارات العنصرية ولدت هذه الأيام، بل كانت موجودة ولكن أصحابها كانوا يفتقدون الوسيلة الإعلامية، وبعد توفر الوسائل رشح كل إناء بما فيه. ضعف إلى ذلك عدم استنكار هذه الشعارات بل وحتى بتقبلها. طبعا شكرا لك. أيضا جامايكا البيضان يقول السبب في نجاح هذه الشعارات هو الجبن والنفاق والتخلف والكذب. يقول أيضا سيدي حمود يقول غياب العدالة الاجتماعية وتفشي الفقر والجهل والبطالة. طبعا نتمنى أن كامل يعود ما هو خارج. عبد الرحمن والطالب يقول من أسباب انتشار الألفاظ العنصرية والطبقية غياب التربية المنزلية السليمة، ما شرط أنت، وأيضا غياب التصحيح والتوعية المدرسية أيضا النقطة اللي نشرنا وانتشارها بين الشباب. ما قديت للأسف نقرأ جميع مشاركات وهي مشاركات قيمة أيضا. إذا أختي نشكر في ختام الحلقة أعضاء جمعية يد بيد، الأمين العام الأستاذ عبد الله صار، والأمين العام المساعد الأستاذ يعقوب والحمود، وشكر خاص للمنسقة تعبانة من الشيخ الجير وللمخرجة القارية من دحين. تنوعنا فيه المزة، الاهتمامات التندار، ووحدتنا مصدر عزة وملي مصدر الاستقرار. اللقاء. برامج اهتمامات برعاية